انطلاق النسخة 13 من مهرجان الواكشوط الدولي للفيلم القصير بمشاركة أفلام موريتانية ومغاربية وسط حضور جمهور من المهتمين بالثقافة والفن في موريتانيا. مهرجان الواكشوط الدولي للفيلم القصير يعتبر مناسبة سنوية لربط سكان العاصمة بالسينما وإعطاء فرصة للشباب الموريتاني لإنتاج أفلام وحصد جوائز، وإن كان شح الموارد والإمكانيات يشكل تحديا أمام القائمين على المهرجان. المهرجان هدفه هو إبقاء ساكنة الواكشوط في علاقة مع السينما في أفلام جديدة وإعطاء الفرصة للشباب الموريتاني لإنتاج أفلامه وتقديمها ونيل جوائزه. مع الأسف هذه السنة لن تكون لنا جائزة دولية بحكم الإمكانيات، لأن المسابقة الدولية كنا نرصد لها 1000 أورو، السنة لم نجد الإمكانيات، سنخصص لها جائزة فقط. ويقول مدير سابق لبعض مهرجانات الفيلم إن النسخة 13 من مهرجان الواكشوط الدولي للفيلم القصير تعتبر محاولة لمواصلة الحلم سبيلا إلى خلق ثقافة شعبية حول السينما، وإن النسخة الجديدة تمتاز بحضور نساء موريتانيات ومغاربيات لعرض أفلامهن التي يركز بعضها على ظاهرة الإرهاب والتطرف. النسخة رقم 13 من المهرجان أنها محاولة لمواصلة الحلم بإيجاد ثقافة سينمائية والتواصل السينمائي مع الصورة في هذا البلد. هذا أهم ما يحدث وأهم ما يميز كل نسخة عن الأخرى. هذه السنة هناك أفلام على ما يبدو طويلة على غير العادة، لأنه غالبا هو مهرجان الأفلام القصيرة، لكن هذه السنة هناك فيلم أو اثنين من الأفلام طويلة جدا. أعتقد أيضا أن من أهم ما يميز هذه النسخة هو الحضور النسائي القوي جدا. ويوفر المهرجان على مدى 5 ليال فضاء للمهتمين بالسينما للتنافس وعرض أفلامهم المشاركة، كما يوفر ورشات تكوين للشباب الموريتاني المهتمين بالمسرح إضافة إلى ورشات فنية مختلفة.